وكان فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فأخر الحج سنة عليه الصلاة والسلام. وإنما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع لأسباب، منها أولاً كثرة الوفود في تلك السنة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن من المصلحة أن يستقبل هؤلاء الوفود وأن يعلمهم ويرشدهم. وثانياً أيضاً أنه كان من المتوقع أن يحج المشركون في تلك السنة سنة تسع، ولهذا أمر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، فأراد عليه الصلاة والسلام أن تكون حجته متمحضة للمسلمين لا يشركه فيها أحد من المشركين.